بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. انا شخصيا النهارده بقدم برنامج الاشبال بروح مختلفه، بروح الانتصار لحصاد النادي الاهلي دوري رقم 41 في تاريخه، والانتصار قيم ومبادئ النادي الاهلي. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا الارث الحقيقي واللي دايما سند في ظهر النادي الاهلي. في رايي الدوري ده هو الدوري الاغلى والاهم على مدار تاريخ الاهلي كله. خلال اكتر من سنه النادي الاهلي يخوض اشرس معركه توحدت فيها كل القوى لهدم الاهلي وهدم شخص يمثل النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. وقف على ارض صلبه طوال مده كبيره تحمل فيها بزاءات واتهامات، وده لايمانه انه مدين للاهلي، وان الاهلي هو الاهم والابقى، وان الاهلي فوق الجميع. في الاهلي اتربينا على البطوله والاخلاق. عمرك ما تسمع مننا لفظ خادش للحياء. عرقنا وجهدنا هو اللي بيتكلم دايما، والبطل هو اللي دايما بيضحك في نهايه المشوار. البطل هو اللي دايما بيضحك في نهايه المشوار. محمود الخطيب شكرا، يمكن شهادتي فيك مجروحة، ولكن والله أشهد أمام الجميع إنك نموذج وحالة مستحيل أن تتكرر. ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي، الجهاز الفني، مجلس الإدارة، ولكل واحد شارك في هذا الإنجاز. ألف مبروك للجماهير اللي هي فعلا إرث الأهلي الحقيقي وحصنه على مدار التاريخ. الأهلي اتولد فكرة من 112 سنة. الأهلي فكرة من 112 سنة تم تدعيمه بالروح القتالية وبالإصرار وبالعزيمة والقتال لآخر نفس، ودايما النتيجة إن الأهلي هو البطل. الأهلي دايما هو الفرحة. مستحيل مش كلمة الأسياد، كلمة مستحيل مش موجودة في قاموس النادي الأهلي. طول ما روح الفانيلا الحمراء موجودة، ودايما بنربي عليها الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وحتى كل اللعيبة اللي بتيجي من بره دايما بيدخل لها الروح دي من أول ثانية. هي دايما روح الفانيلا الحمراء زي ما قال شاعرنا الأهلاوي الأصيل هشام الجخ. بالمناسبة دي القصيدة في عز الدنيا ما كانت ضلمة، في عز ما ناس كتير شافت إن الأهلي بعيد عن البطولة، في الوقت اللي كان النادي الأهلي في آخر جدول المسابقة، ناس كتير قالت الأهلي يغرق، ناس كتير شككت في النادي الأهلي، ناس كتير شككت في قدرات مجلس الإدارة، لكن النادي الأهلي بيظهر في الوقت المناسب. وزي ما قلنا النادي الأهلي ما بيفرحش في بداية البطولة أو في نص البطولة، دايما التركيز والهدف دايما في آخر البطولة. معانا دلوقتي على الهاتف واحد من نجوم النادي الأهلي عبر تاريخ النادي الأهلي، ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، نجمنا الكابتن وائل جمعة. ازيك يا كابتن وائل؟ اهلا بيك يا اسامة، ازيك عامل ايه؟ ازي صحتك؟ تمام الحمد لله. الكلام الحلو اللي انت على طول بتقوله دايما بتقول لا ده انت قول لي بس في البداية كام دوري مع النادي الأهلي يا كابتن وائل؟ ايه؟ كام دوري مع النادي الأهلي دلوقتي؟ انا اخدت مع الأهلي 41 دوري. 41 دوري؟ يعني مش الدوريات انت لعبتها؟ لا لا لا، مش اللي انا لعبتها. انا كل لحظه لينا في النادي الاهلي يا اسامه، واحنا بنحب النادي الاهلي محسوبه كلنا في تاريخنا يعني. تمام. طول ما احنا عايشين الحمد لله موجودين، تاريخ النادي الاهلي هو تاريخنا، وتاريخنا هو تاريخ النادي الاهلي. فالنادي الاهلي هو اللي صنع اسمنا كلنا وصنع مجدنا، واحنا ساهمنا بجزء بسيط بمجد النادي الاهلي. فانا يعني مبروك طبعا في البدايه للنادي الاهلي، الفوز ببطوله الدوري، البطوله الغاليه علينا وعلى جمهورنا، البطوله الاساسيه اللي دايما جمهورنا بيطالب بيها. فيعني الحمد لله طبعا بطوله وموسم صعب جدا يا كاما صراحه، موسم طويل جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، وكعاده اتحاد الكوره عندنا والتنظيم بتاعنا مفيش وضوح ومفيش رؤيه لان الموسم ينتهي امتى، ودي نقطه يعني بيتحملها دايما النادي الاهلي، لان هو المطالب دايما بالفوز والانتصار.
بس كنا على وقتنا يا كابتن وائل كنا بنحسم البطوله قبلها، ما كناش بنستنى اتحاد الكره ينهي الدوري امتى، كنا قبلها ممكن بسبع ثمان ماتشات بننهي بطوله الدوري. معلش هو الظروف مختلفه يا اسامه دلوقتي، والنوعيه اللاعبين مختلفين، انما في النهايه احنا الحمد لله الهدف الاساسي بيتحقق هو الاصرار لاخر لحظه، ودايما احنا بنعتمد على نفسنا وما نعتمدش على حد يا اسامه. تمام. يعني فوزك بمبارياتك وفوزك بماتشاتك هو اللي اداك البطوله، مش ان الفرق المنافسه ليك تعثرت او كده، انما الحمد لله اللعيبه اللي موجوده دلوقتي املي كله ان النقطه دي تبقى مزروعه جواهم، لان النادي الاهلي اكثر الانديه اللي اتاثرت بغياب الجمهور، كان دايما جمهورنا يفكرنا بالنقطه دي، فاللعيبه اليومين دول مش يعني الحته دي بحس ان هي فيها تقصير شويه، حته ان هم توصل لهم ان انا كل بطوله اشارك فيها وكل مباراه اشارك فيها انا مطالب بالفوز يا اسامه، دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا، فممكن الحته دي تقل شويه نتيجه غياب بعض الجمهور، يحصل كسل شويه من بعض الناس، انما هي الفرحه بتنسي كل حاجه يا اسامه. طيب كابتن وائل جمعه شايف الدوري رقم 41 دوري هو الاقوى والاشرس والاصعب والكل بيحارب النادي الاهلي، ولكن كلمه النادي الاهلي في الاخر هي اللي حسمت الامور وفاز النادي الاهلي باللقب 41، شايف الدوري 41 ازاي على مدار موسم طويل وشاق للاعيبي النادي الاهلي؟ والله كانت زي ما قلت لك يا اسامه بطوله صعبه جدا على بطوله صعبه جدا على النادي الموسم ده، على النادي من خلال الحرب اللي كانت على مجلس اداره بصراحه والناس كلها كانت شايفاها، بدايه من مجلس الاداره ثم اللاعبين والتشكيك في امكانيات وقدرات اللاعبين، جمهورنا حتى يعني اتعمل عليه ضغط كبير جدا وفي ناس انساقت ورا حملات الضغط دي، انما يعني الحمد لله الفوز بالبطوله في النهايه بيبقى يعني هو ابلغ رد على المشككين وعلى الناس اللي شككت في قدراتك وفي كلامك يعني. تمام. وانت كابتن النادي الاهلي يا كابتن وائل لفتره طويله كنت بترفع فيها كؤوس كتير لا حصر لها مع النادي الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري المصري والسوبر المصري وكاس مصر، ايه سر نجاح النادي الاهلي؟ يعني عايز رساله كده من كابتن وائل جمعه لكل الاجيال حتى اللي جايه اللعيبه المنضمه حديثا للناشئين في النادي الاهلي، سر نجاح النادي الاهلي اللي دايما بيتوارثه الاجيال يا كابتن وائل؟ ان انت اولا مفيش مستحيل، ثانيا الاصرار والعزيمه والروح اللي موجوده عندك او حتى لو بتخسر بشرف وتخسر بشكل بطولي يا اسامه، لان الكوره مكسب وخساره، مفيش في قاموس الكوره ان انت تكسب بس، انما الاصرار والروح والعزيمه اللي عندك بتخلي جمهورك يعني يبقى حاسس بيك راضي على ادائك في الملعب، ودي النقطه هي الاهم بشكل كبير، وهو الروح والاصرار والعزيمه والخروج بشكل يبقى جمهورك راضي عنك يا اسامه، ثم عدم الاستسلام، عدم الاستسلام لضغوط من اعلام من منافسين من اي حد على اللعيبه وعلى النادي وعلى الجمهور، كل ده كانت عوامل وثوابت بتساعد النادي دايما على الانتصار. احنا ما بن يعني زي ما قلنا قبل كده يا اسامه، لو شاركت بدوره رمضانيه فانت مطالب بالفوز بيها، فما بالك ببطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في الموسم. فانا اتمنى ان شاء الله اللي جاي كله يكون لاعبينا واصل لهم المفهوم ده، ان احنا ما بنرضاش غير بالانتصار، ما بنرضاش يعني ما نشبعش ان احنا مثلا فزنا ببطوله، لا انا لو عندي بطوله بعد يومين وفايز بالدوري لسه النهارده انا مطالب بالفوز بالبطوله دي وخلاص، صفحه واتقفلت وصفحه وانتهت وصفحه واتطوت بالنسبه لنا، خلاص هو تاريخ واتسجل يا اسامه. يعني اذا بطوله الدوري رقم 41 مع انتهاء بطوله الدوري اصبحت في المتحف زي ما احنا الكلمه اللي كنا معتادين عليها كابتن وائل، خلاص البطوله دي دخلت المتحف بندور على الجديد. اغلى بطوله دوري في تاريخ كابتن وائل جمعه ايه؟ والله يا اسامه البطوله بتاعت يعني بصراحه كل بطوله بالنسبه لي غاليه، انا مش عايز طب تتذكر بطوله الدوري سنه 2005 والالقاب والارقام القياسيه اللي اتحققت فيها كابتن وائل؟ اكيد طبعا اكيد، ودي دي ما تتنسيش يا اسامه، ما اتحقق حوالي 57 فوز تقريبا متوالي في البطوله واتحقق كل الارقام القياسيه في البطوله، يعني انت صعب تنسى الكلام ده كله، انما احنا الحمد لله الفتره بتاعتنا يا اسامه يعني كنا بنطلع من الموسم
بخمس بطولات مثلا او اربع بطولات على الاقل. يعني ده تاريخ صعب يتنسي ابدا يا اسامه، انما كانت الروح والعزيمه والاصرار اللي عند لاعبتنا هي المميز دايما، وهي اللي كانت غلبه. الناس كان ساعات بنخسر، ما كناش يعني مش دايما بنكسب، انما في روح وكانت موجوده، في اصرار، في عزيمه عند اللاعبين، كانوا بيعوضوا مثلا لو انت خسرت بطوله او حاجه، يعوضوا الكلام ده بالروح والاداء والقتال اللي عندهم يعني. وانا معايا طبعا يعني واحد من اهم المدافعين، مش هقول في مصر بس، لا ده في قاره افريقيا كلها، كابتن وائل جمعه. يعني لازم اسالك عن تقييم مدافع النادي الاهلي ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، كمان رامي ربيعه بعد ما عاد من فتره طويله من اصابه ما شاء الله بيتالق، يعني وسعد سمير كمان، محمد نجيب. يعني عايز اسالك عن اداء وتقييم مدافع النادي الاهلي على مدار الموسم يا كابتن وائل. والله يا استاذ انا مش عايز اظلم المدافعين، انما انا اتكلم على الفرقه بصفه عامه. الحمد لله النادي الاهلي زي ما بقول لك بيتعافى، احنا خدنا فتره وكنا وصلنا فيها للقمه بشكل كبير جدا. كان عندنا عناصر في كل المراكز، اثنين وثلاثه يا استاذ بيتنافسوا على المراكز، من اول حراسه المرمى لغايه خط الهجوم. عندك مهاجمين وعندك لاعبين اساسيين في منتخب مصر، والبدلاء بتوعهم موجودين في منتخب مصر، فمش عايز اظلم المدافعين دلوقتي، انما ان شاء الله النادي الاهلي في طريقه للتعافي يا اسامه، واسترداد كامل العافيه بتاعته. كامل العافيه تكون من خلال ان يبقى موجود لاعبين كتير في كل المراكز يتنافسوا مع بعض لمصلحه الفريق، فدي النقطه اللي هتساعد. انما النادي فيه يعني انا بالنسبه لي يا اسامه، عوده رامي وقلتها اول الموسم، اهم مكسب النادي الاهلي ان رامي ربيعه يرجع لحالته الصحيه السليمه، خاصه في ظل استخدامك لايمن اشرف كمدافع في سيرت باك، وهو اصلا ما كانش بيلعب سيرت باك، توظف الحته دي نتيجه طبعا اصابات، ونتيجه اصابه سعد سمير ومحمد نجيب وعدم دخول ياسر ابراهيم اللي انضم للسنه دي للفريق، في امور كتير. انما نتمنى ان شاء الله الاستقرار والانسجام والنجاح للعيبه اللي موجوده، والصفقات اللي تتم ان شاء الله لمصلحه الفريق برضو، لاعبين المحترفين. انا يعني وجهه نظري ان محتاجين حد بالذات كمان في خط الهجوم كتدعيم افضل من الناس اللي موجوده. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا يا اسامه، ويحتاج دايما اللاعبين الجيدين، يحتاج اللاعبين اللي عندهم شخصيه وعندهم قدرات عاليه جدا. مش محتاج ان انا اجرب حد او ان انا اساعد حد على انه يتعلم كوره عندنا، احنا محتاجين ناس جاهزه، محتاج واحد يبقى جاهز، يبقى جاي يضيف للنادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي يضيف له. ودي هاخدك لنقطه كابتن وائل، يعني عمليه بناء اي فريق يعني ممكن تبقى في سنه، في خلال سنتين، لكن الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بيبني فريق في حوالي 30 يوم، خلال شهر في موسم الانتقالات، وهتتم عملية البناء كمان في الانتقالات القادمة. ده يعتبر إنجاز في كرة القدم، تكون بعيد عن البطولة تبني فريق في 30 يوم، ربنا يكرمك وتتوج بالبطولة. يعني شايف برضو يعني الإنجاز اللي تم ده إزاي؟ يعني يا سامة أنا بقول لك الكابتن خطيب للأمانة، أنا يعني شفته تعرض الموسم ده لضغط كبير جدا جدا جدا، ضغط على مستوى التعاقدات مع اللاعبين من بدايه الموسم يا اسامه، وكلنا عارفين وشايفين الوضع كان بيتم ازاي. في وقت كانت الامور صعبه على النادي بشكل كبير، اتحرمت من جمهورك اللي هو اكبر داعم ليك، يعني بسبب الاحداث اللي فيها البلد والقلق اللي موجود في المدرجات ومنع الجمهور من الحضور للملاعب، وده كان اكبر عائق قدام النادي الاهلي يا اسامه، لان احنا عارف تاثير جمهورنا على الفريق ازاي. هي قوه النادي الاهلي في جماهيره فعلا. فيعني المجلس الاداره انا اشوف التعامل بشكل جيد. النقطه زي ما قلت لك يا اسامه المهمه بالنسبه لي، التعاقد مع حد في خط الهجوم يكون اضافه كبيره للفريق، يضيف للفريق مش النادي اللي يضيفه. اكيد النادي الاهلي يا كابتن وائل، لاعب اليو ديانج اللاعب المالي اللي تعاقد مع النادي، انا سالت عليه شفت مبارياته، قالوا لي واحد كان افضل لاعب في الدوري الجزائري، وهيبقى اضافه كبيره جدا في المركز الوسط المدافع، لان المركز ده مهم جدا للنادي يا اسامه جدا، خاصه هو محور اداء الفريق حاليا دلوقتي وفي الكره العالميه دلوقتي. بص افضل اللاعبين دايما موجودين في نص الملعب في المركز ده، فلاعب زي ده هيبقى اضافه للفريق. انا محتاج واحد كمان قدام في خط الهجوم،
بوجود علي معلول كافضل ظهير ايسر في مصر حاليا موجود، يساعد الفريق بشكل كبير بفورمه الشناوي، بعوده العناصر الكبيره اللي موجوده، وعناصر الخبره اللي موجوده تساعد مع الفريق اللي هو شريف ووليد سليمان وعاشور واحمد فتحي، عناصر لا غنى عنها في الفريق طبعا، مع علي معلول كخبره برضو موجوده في الفريق. وانت معايا وبتكلم بقى عن حسام عاشور المسمار، ما ينفعش النهارده حسام عاشور ما شاء الله بيحقق ارقام قياسيه مع النادي الاهلي، 12 لقب دوري، يعني ممكن حسام عاشور بيعدي انديه كتير وبيتساوى مع انديه اخرى، فتاريخ كبير اكيد لحسام عاشور. شايف حسام عاشور وتحقيق الالقاب دي ازاي؟ خاصه ان كابتن وائل جمعه برده ما شاء الله برده عنده القاب كبيره في افريقيا، كام؟ 5 افريقيا دلوقتي يا كابتن وائل انت برده؟ انا 6 افريقيا. 6 افريقيا يعني ده يعني لا يعني طبيعي طول ما انت جوه النادي الاهلي يا اسامه هتحقق القاب، انما الميزه في عاشور انه بيمثل الجيل بتاعنا لغايه دلوقتي هو واحمد فتحي ووليد سليمان يا اسامه، ان هم عندهم الروح وعندهم الرغبه وعندهم الاصرار وعايش حياته كلاعب كوره بس، هو ده المثل بالنسبه لنا يا اسامه. ان لاعب الكوره يبقى عايش، لا عمرك سمعت عن مشكله لعاشور ولا عمرك سمعت عن مشكله لاحمد فتحي ولا الوليد، وهو ده النموذج. فطبيعي ان انت طول ما انت موجود في النادي الاهلي حتى لو ما بتشاركش في المباريات، انما ليك دور كقائد للفريق وعنصر بيمثل تاريخ وبيمثل مجد كبير، فعاشور يستحق طبعا الالقاب دي كلها ويستحق البطولات دي كلها. يعني مزيد من التركيز ان شاء الله، عاشور قادر انه يحقق اكتر واكتر، خاصه انه لسه ما يعني عاشور ما برضه ما وصلش مرحله ان احنا الناس تطالب ان عاشور يبطل. لا ده انما عاشور عنده لسه ان شاء الله العمر وعنده الامكانيات ولسه قادر انه يلعب. تمام. فيعني ان شاء الله نتمنى له مزيد من التوفيق هو والناس اللي موجودين معاه في الفريق. النادي بيفرح جمهوره وبيفرح مصر كلها بانتصاراته وبطولاته يا اسامه. تمام. فمحتاجين اللعيبه زي ما بقول لك يبقوا حاسين بالناس، حاسين، نفتكر دايما لحظات الانكسار اللي عدت علينا، نفتكر الزعل اللي حصل لجمهورنا لما خسرنا، نفتكر لحظات الفرحه دايما ان احنا بندخلها على بيوتنا وعلى جمهورنا كلهم. تمام. اخيرا يا كابتن وائل جمعه وانت معايا، بعد ما النادي الاهلي حسم لقب الدوري امام المقاولين، متبقي مباراه امام الزمالك بطوله. كلمة من الكابتن وائل جمعه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراة الزمالك. الانتصار ثم الانتصار ثم الانتصار. انا يعني ختمت الموسم الصعب اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير، صعب جدا على اللاعبين، نكمل الوجه الحلو، نكمل المنظر الكويس بالفوز على المنافس التقليدي لينا في مصر نادي الزمالك. مع كل الاحترام ليه، يملك لاعبين جيدين جدا 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 على اعلى مستوى، وكان منافس قوي للنادي الاهلي وكان مرشح قبل النادي الاهلي كمان لامتلاكه للاعبين دول، انما النادي الاهلي قدر باصراره وعزمته وتحمل اللاعبين للضغوطات والمسؤوليه الكبيره. نقطه ثانيه اسامه، ونقطه اخيره اشيد بسيد عبد الحفيظ بصراحه. تمام. سيد واحد من الناس اللي كانت سبب في الفوز بالدوري ده، مع طبعا كابتن خطيب ومجلس الاداره في التدعيمات والثقه اللي ادوها والوقفه دايما ورا اللاعبين، انما سيد تحمل ضغط كبير جدا من خلال الموسم ده، وتحمل الضغط وتحمل استهزاء بشكل كبير جدا من كل الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي بامانه، فكان حائط صد بالنسبه لكل من هو كاره للنادي الاهلي، وقدر انه ينجح انه يبعد الضغوط عن اللاعبين بشكل مميز، وده يحسب ليه ولازم نشيد بيه مره ثانيه. انما هو ده قدر كل اللي في النادي الاهلي انه يتحمل الضغوط يا اسامه، ولو ما تحملش الضغوط مش هتنجح في النادي الاهلي. تمام. اتمنى ان شاء الله الخير والتوفيق، ومباراه تكون مباراه مكسب للنادي الاهلي، مباراه ختام موسم، خاصه انه يترتب عليها امور ثانيه، الموسم الجديد هيبدا بعد فتره قريبه، وعندك لسه الكاس، وعندك بطوله افريقيا اللي غايبه عننا بقالها فتره نتمنى الفوز فيها، كل ده هيدي معنويات كبيره للاعبين قبل الفتره اللي جايه الصعبه يا اسامه. ان شاء الله كابتن وائل توعدنا بقى على الهواء وانت معانا دلوقتي تكون موجود معانا ان شاء الله في حلقه في بيتك على شاشه قناه النادي الاهلي قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا اسامه، وانا بس انت عارف جاي في اجازه، فبصراحه يعني اجازه سعيده ان شاء الله. ابعد شويه، انما انا ما اتاخرش عن بيتي طبعا وما اتاخرش عن النادي الاهلي، فان شاء الله نظبطها مع بعض باذن الله. ان شاء الله. كابتن وائل جمعه نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا لك. كانت مداخلة مهمة جدا من نجم كبير
زي كابتن وائل جمعة، كان يعني أحد كباتن النادي الأهلي، شال كؤوس كتير سواء في أفريقيا أو في الدوري أو في الكاس أو السوبر المصري، وعبر وقال إن دي أغلى بطولة وأهم بطولة النادي الأهلي على مدار سنة كان فيها حرب على النادي الأهلي وعلى مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان على لعيب النادي الأهلي. لناس كتير شككت في قدرات النادي الأهلي إن النادي الأهلي يعني هيفضل في المنطقة الدافئة، النادي الأهلي بعيد عن البطولة، النادي الأهلي يغرق، ولكن النادي الأهلي يعني كانت ليه الكلمة العليا في النهاية. وزي ما قلت لحضراتكم إحنا ما بنفرحش بالبطولة في شهر أكتوبر ولا ديسمبر ولا يناير، إحنا بنفرح في نهاية المشوار. وسبحان الله تحس إن بطولة الدوري يعني هي البطولة المحببة للنادي الأهلي والكل جماهير النادي الأهلي، وتحس إن الدوري ودرع الدوري لما بيطلع بالجزيرة يعني بيزعل، فدايما درع الدوري بيكون موجود في الجزيرة. زي ما كابتن وائل جمعة قال برضو، تحية لكل لاعبي النادي الأهلي، الناس اللي موجودة دلوقتي، حتى الناس اللي راحت، سليف كولوبالي، سليف كولوبالي أحد الراحلين عن النادي الأهلي لكن شارك في هذا الإنجاز المهم. وشوف تعلقه وحبه للنادي الأهلي بعد ما مشي عن النادي الأهلي، شوف التويتات اللي كان بيكتبها على انستجرام على الفيسبوك، كل الكلام اللي بيكتبه عن النادي الأهلي. دايما هي دي عيلة النادي الأهلي، ودي العلاقة اللي بتجمع دايما لاعبي النادي الأهلي ببعضهم. نشوف كمان كارتيرون بعد ما مشي عن النادي الأهلي وهو برضه أيضا مساهم في هذا الإنجاز، شوف الكلمات اللي كتبها عن النادي الأهلي. الجهاز الفني الحالي كله بأكمله، طبعا الكابتن سيد حفيظ اللي كان ليه دور مهم وكبير جدا، مجلس الإدارة بأكمله بقيادة الكابتن طبعا والأسطورة كابتن محمود الخطيب اللي تحمل الكثير والكثير، ولاعبي النادي الأهلي، وأيضا جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيظهر في الميعاد المناسب، ودايما هو السند والإرث الحقيقي للنادي الأهلي على مدار تاريخه. نروح شوف التقرير دوت عن إن الدوري ماركة مسجلة ودايما موجود في النادي الأهلي. وكل نجوم الأهلي أبطال في الدوري رقم 41، زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي عن كل الناس اللي شاركت في الإنجاز، من جماهير، من أعضاء مجلس إدارة، من مجلس إدارة بأكمله، من لاعب النادي الأهلي، من الأجهزة الفنية. في واحد لعيب مهم جدا، لعيب بيسطر تاريخ كبير لنفسه في النادي الأهلي، هو الكابتن حسام عاشور. حسام عاشور من اللعيبة المهمة اللي دورها أيضا بيكون خارج الملعب، وهو كمان كابتن وقائد للفريق النادي الأهلي. حسام عاشور، فاكر أنا أول مرة يتقلد فيها شارة النادي الأهلي كان في مباراة الشرطة سنة 2010، كنت أنا موجود كابتن الفريق وكنت خارج، وهو حسام عاشور نازل وخد شارة الكابتنة، وكانت هي دي بداية حسام عاشور في أنه يكون كابتن للنادي الأهلي، وما شاء الله قايم بدوره على أكمل وجه. بنبارك لنجمنا كابتن حسام عاشور. ازيك كابتن حسام؟ ازيك كابتن حسام، برحب بيك طبعا وبالمشاهدينك، وشكر على المقدمه دي، كتير عليا والله بجد. لا والله انت فعلا تستحق مسمار، وبنبارك لك طبعا على الدوري رقم 41 ورقم 12 بالنسبه لحسام عاشور. انت يعني ما شاء الله حسام عاشور 12 لقب دوري، شايف الانجاز ده ازاي حسام عاشور؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما يكون انجاز لحسام عاشور هو انجاز للنادي الاهلي. قبل ما اتكلم على الدوري ال 12 ليا، هقول طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكل من ساند لو بجزء ومنظومه النادي الاهلي، طبعا بقول لهم مبروك. سنه كامله يعني اطول دوري في تاريخ البشريه زي ما بيقولوا، يعني 12 شهر بنلعب دوري، بس الحمد لله كان دوري صعب، دوري صعب جدا، دوري كان مهم بالنسبه لنا جدا، ومهم للناس اللي كانت بتشكك في قدرات النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي وفي جمهور النادي الاهلي. لا يا جماعه، الحمد لله النادي الاهلي كبير بمنظومته وبرجالته، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الدوري ده مع صعوبته ومع التحديات اللي احنا واجهناها مع كل الحاجات السلبيه اللي كانت بتتقال علينا، الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الدوري ده، ودوري مهم جدا بالنسبه لنا طبعا. حسام عاشور بكى بعد مباراة الأهلي والمقاولين، سبب البكاء عاشور؟ سبب البكاء لا، الناس اللي كانت بتشكك، الفرحة ولا الناس اللي بتشكك والنادي الأهلي حسم ولا إيه؟ طبعا فرحة، يعني احنا يعني احنا اتعلمنا في النادي الأهلي أسامة في الناشئين اللي احنا ما توقفش عند طموح معين، يعني لا الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد بطولة الدوري، قدرنا ان احنا الناس اللي كانت بتشكك في النادي الاهلي
ان احنا قدرنا ان احنا نقول لها لا، النادي الاهلي موجود ورجاله النادي الاهلي موجوده، والناس اللي كانت بتقول النادي الاهلي في المنطقه الدافئه والنادي الاهلي كان المركز السادس ساعتها، فبنقول لها يا جماعه النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، المفروض تتكلموا عن النادي الاهلي باحترام، والمفروض يعني تضربوا تعظيم سلام اللي هيتكلم على النادي الاهلي يضرب تعظيم سلام قبل ما يتكلم عليه. تمام. فده اللي زعلني وده اللي ضايقني ومن الفرحه طبعا. تمام. مريتوا بظروف صعبه جدا السنه ده كابتن حسام، اصابات كتير على مدار السنه، وده ناتج جدول مسابقه كان مضغوط جدا، كنتوا في وقت من الاوقات تلعبوا كل 48 ساعه سفر ترجع تلعب، فحصل اصابات كتير، لكن اللعيبه ما شاء الله كانت على قدر المسؤوليه. شفت الاصابات الكتير ازاي ده على مدار النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كان ليه الكلمه العليا في النهايه. والناس يا كابتن اسامه ما كانتش عارفه، يعني ما كانتش حاسه بالضغوطات اللي احنا بنتعرض لها او الحاجات السلبيه اللي كنا بنتعرضها من نقد، من مش هقول من الاعلام كله، مع فئه معينه من الاعلام كانوا عمالين ينقضوا فينا، بس احنا الحمد لله اللعيبه الكبار كان ليها دور، ودور مميز جدا مع كابتن سارة خفيف طبعا مع الجهاز، كان بيقولوا لنا لا يا جماعه ما تسمعوش الناس دي عايزه توقعنا، واحنا دورنا انا دوري ككابتن فريق ودور الناس الكبار، احنا طول ما احنا متكاتفين وطول ما احنا متماسكين مع بعض وما بنسمعش الناس اللي بره، محدش هيقدر يدخل جوانا ولا يعمل واقعه طبعا بينا. فبقول الحمد لله الدوري كان صعب والحمد لله قدرنا، وانا اقول حاجه يعني كابتن الخطيب على طول بيقولها لنا، ماليش دعوه بالسوشيال ميديا. تمام. السوشيال ميديا دي عايزه توقعك، هي عايزه توقعك، وقبل الماتش بيوم كان بيقول لنا كده، جه اجتمع معانا طبعا كابتن الخطيب وقال لنا مالكوش دعوه بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا دي زي ما فيها الكويس فيها الوحش، فانت اهم حاجه يعني ما يبقاش 100% دماغك كلها مع السوشيال ميديا، لا يبقى في جزء منها ماشي مع السوشيال ميديا، مع الاجابات اللي تتكتب اكبر ماليش دعوه بيك خالص، ولا تسمع للناس اللي هي اللي عايزه توقع بينك وبين جمهورك او بينك وبين ادارتك او بين اللعيب واللعيب، فدي طبعا لا. تمام. حسام عاشور 12 لقب دوري، ايه الدوري الاغلى في ال 12؟ هو ده دوري رقم 41. هو ده الصراحه، عشان التحديات اللي انا قلت لك عليها، والله يا كابتن حسام احنا تعبنا يعني 12 شهر الناس مسكنه يعني فرم زي ما بيقولوا. طيب. واحنا لا يا جماعه احنا هناخد الدوري. وانتوا تستحقوا فعلا كابتن حسام. الناس اللي كانت بتشكك فينا يقول لك النادي الاهلي الحمد لله مش هينزل. يا جماعه انتوا بتستهبلوا، النادي ايه اللي مش هينزل؟ طب الناس دي فين دلوقتي؟ انا قلتها يعني من يومين، فين الناس دي دلوقتي؟ انا عايزها، ومحدش طلع منهم، يعني المشكله محدش طلع منهم يتكلم. ولا حد هيطلع دلوقتي خالص. ولا اي حد هيطلع يتكلم. دلوقتي كابتن حسام وانت يعني كابتن فريق النادي الاهلي، بعد ما حسبنا لقب الدوري امام المولين العرب، عندنا مباراه مهمه جدا امام الزمالك، يعني الاجواء داخل المعسكر بقى واللعيبه، يعني اخر استعدادات لمباراه الزمالك. بص يا كابتن اسامه، يعني احنا فرحنا يوم الماتش، يوم ماتش المقاولين، وفرحنا امبارح ومن النهارده، يعني هي دي اخر مداخله طبعا هتبقى معاك. خلاص الناس كلها بقى خلاص، احنا فرحنا اليومين اللي فاتوا، عندنا زي ما بيقولوا بطوله خاصه، الناس كلها مركزه. قفلته يعني خلاص. الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه تختم ان شاء الله بطوله الدوري بمكسب، وعلى طول ماتشات الاهلي والزمالك، يعني حتى لو احنا فارقين بالمستوى قوي دي ما لهاش توقعات، والعكس طبعا لو الزمالك هو اللي كويس وفارق عننا ما فيهاش توقعات. فطبعا لا الناس كلها مركزه، النهارده هنعمل الاجتماع ان شاء الله مع الفرقه، والناس كلها تبقى مركزه، الناس كلها اي حد يلعب هنشيل المسؤوليه ان شاء الله، ويبقى قد المباراه ان شاء الله، وده اللي احنا اتعودنا عليه طبعا. احنا لعيبه النادي الاهلي بتقدر، او جهاز النادي الاهلي بيقدر يوصل اللعيبه اللي هي ازاي تفصل، واللعيبه نفسها بتقدر تفصل بين الفرحه الشديده وخلاص الناس فرحت، لا خلاص نهدى بقى والدنيا تبقى تمام، وان شاء الله الناس كلها مركزه في ان شاء الله. كابتن حسام الف مبروك على الدوري رقم 41، وكل التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه امام الزمالك، ودي مباراه وبطوله خاصه. بشكر نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي الكابتن حسام عاشور. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه، كانت مداخله مهمه جدا من نجم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، وقال كان البطوله رقم 41 تحدي كبير لكل لاعبي النادي الاهلي، برغم كل الصعوبات اللي قابلناها من ظروف، من اصابات، من ضغط للمباريات،
لكن بيثني على كل المنظومه، على الجهاز الفني ومجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي وكمان لاعبي النادي الاهلي. يعني انا دايما شهادتي مجروح في حسام عاشور ان هو احد اللاعبين اللي كان موجود وسط جيلنا. حسام عاشور ما شاء الله عليه من يعني الشخصيات المحترمه جدا. من وقت ما طلع من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لهذه اللحظه عمره ما عمل مشكله، ما شاء الله عليه. كمان كل المدربين اللي تولوا قياده النادي الاهلي سواء مدربين مصريين او اجانب، دايما حسام عاشور موجود رقم واحد في الملعب. كان ليه لقاء مهم جدا كمان بعد تتويج الاهلي بطوله الدوري امام المقاولين العرب، وانا سمعته وهو بيقول احنا اتربينا وتعلمنا دايما في الناشئين ان النادي الاهلي رقم واحد، ودي رساله مهمه كمان لكل الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. دايما لما بتلعب على بطوله دايما النادي الاهلي رقم واحد والهدف بتاعنا رقم واحد، وكمان لما بتخسر البطوله لازم تخسرها بشرف، لازم يعني تطلع كل اللي عندك، لازم يعني يبقى عندك اقصى جهد في البطوله عشان لما تخسرها كمان ما تبقاش زعلان عليها. رساله وكلام مهم جدا كان في مداخلتنا مع نجم النادي الاهلي كابتن حسام عاشور، اللي هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن حسام عاشور، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. واحنا برنامجنا بيتكلم عن الاشبال وبيتكلم عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لو رجعنا بالتاريخ هتلاقي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي خرج لعيبه كتير، الفريق الاول بالنادي الاهلي وكمان للانديه الاخرى. خرج كمان لعيبه لمنتخب مصر الاول وكمان لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي. وكمان خرج لعيبه احترفت وصالت وجالت كمان في الاحتراف. عندنا يعني على سبيل المثال كان الكابتن هاني رمزي احد ناشئي النادي الاهلي واحترف بعد كده. عندنا رمضان صبحي، احمد صلاح حسني، حسام غالي، وكتيرهم وكتير وكتير من النجوم. واحد من النجوم اللي تألقوا مؤخرا محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه برغم خروج مصر من دور ال 16 في كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة على مصر على الأراضي المصرية، لكن قبل بلاء حسنا وكان من اللعيبة المميزة في هذه البطولة وأشاد بالجميع. محمود حسن تريزيجيه كمان كان ليه دور مهم خلال فترة مع مستر كوبر وصول مصر لنهاية كأس العالم، كمان لنهائي كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في الجابون. دايما قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ولاد الفريق الأول وجميع أندية مصر وكمان لجميع المنتخبات وكمان في الاحتراف. نروح نشوف التقرير المهم ده عن محمود حسن تريزيجيه ابن النادي الأهلي، نرجع لحضراتكم مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ولاد، يعني اخر الوجوه اللي بنتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق في رحله الاحتراف في الدوري الانجليزي، اقوى الدوريات واصعب الدوريات على مستوى العالم. انضم حديثا الى استون فيلا محمود حسن تريزيجيه اللي انا شخصيا بتوقع له ان شاء الله انه هينجح في هذا الدوري. محمود حسن تريزيجيه ما شاء الله بيمتاز بالسرعه وبالقوه وبالمهاره كمان، وان شاء الله هيأدي مباريات قويه وان شاء الله هيحقق نجاحات، وهينتقل كمان من خلال استون فيلا ان شاء الله لانديه كبيره في الدوري الانجليزي. كل التوفيق لابن النادي الاهلي محمود حسن تريزيجيه اللي ايضا لما كان بيشارك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي حقق بطولات وانجازات مع النادي الاهلي. فهنا دايما في برنامج الاشبال بنتذكر كل اولاد النادي الاهلي اللي دايما بيلعبوا للنادي الاهلي وكمان بيحققوا نجاحات في الاحتراف الخارجي. هروح دلوقتي بقى للاختبارات، اختبارات النادي الاهلي اللي كانت حديث الساعه خلال الفتره اللي فاتت. كان النادي الاهلي قدم خدمه خمس نجوم لكل يعني المواهب او كل اللعيبه اللي حابه تنضم للنادي الاهلي. كان النادي الاهلي راح اسكندريه، كان راح السويس، كان راح المنصوره، وكمان كانت اختبارات النادي الاهلي تم اقامتها على ملاعب النادي الاهلي بمدينه نصر. وكمان في خدمه كمان للاعضاء النادي الاهلي بكره ان شاء الله، يعني الاختبارات هتقام على ملاعب النادي الاهلي في الشيخ زايد، كمان خدمه للاعضاء النادي الاهلي. كل المواهب الموجوده في المحافظات يعني اي لعيب يتاح ليه الفرصه. طبعا في مدربين بتشتغل تبذل مجهود كبير بقياده طبعا على راس المنظومه وقطاع الناشئين الكابتن فتحي مبروك اللي عامل ما شاء الله شغل هايل جدا. ده ظهر خلال التقرير اللي فاتت في الحلقه السابقه على حسن التنظيم، حسن استقبال اولياء الامور، كمان على حسن اختيار المدربين. وزي ما شفنا كمان اسر من خارج مصر
أسر مسيحية، شفنا مصريين في كل المحافظات، شفنا كمان الصعيد، نادي الأهلي نزل لأسوان، نزل الأقصر ونزل أسيوط ونزل سوهاج، وكمان كانت التنظيم على ملاعب أكاديميات النادي الأهلي علشان، وده كان سؤالنا للكابتن فتحي مبروك، تنظيم السنة دي على أكاديميات وملاعب أكاديميات النادي الأهلي في هذه المحافظات، قال عشان نضمن يكون في حسن استقبال، حسن تنظيم، ما يبقاش فيه تلاعب في الاختبارات، إن فترة الاختبارات دي ممكن يحصل فيها تلاعب شوية، فيبقى كله تحت تنظيم النادي الأهلي، فما شاء الله الاختبارات ماشية بخطة جيدة جدا، وكمان في مواهب من خلال اتصالاتنا بالمدربين وبرئيس قطاع الناشئين كابتن فتحي مبروك، كمان قال في مواهب ظهرت خلال الفترة اللي فاتت وإن شاء الله هتنضم قريبا للنادي الأهلي. هنروح نشوف التقرير ده مع مدربي النادي الأهلي خلال الاختبارات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله هي خطوة طبعا طيبة يعني من كابتن فتحي مبروك برضو رئيس قطاع الناشئين، ان هو بنعمل اختبارات في جميع محافظات مصر، في أسوان وسوهاج وأسيوط بالنسبة للصعيد، وفي اسكندرية والمنصورة والسويس، في جميع المحافظات اللي فيها فروع لأكاديمية النادي الأهلي، هم هناك بيوفروا لنا الملعب والأدوات، واحنا بنروح هناك بقى طبعا يعني بنسهل على أولياء الأمور حتة بيبقى فيه صعوبة في السفر من أسوان للقاهرة أو من سوهاج للقاهرة بالذات خط الصعيد يعني، فبنسهل لهم إن هم إحنا نروح ونقدر نشوفهم. بالنسبة لسوهاج إحنا شفنا 500 ولد بالضبط في جميع الأعمار من مواليد 2010 لغاية 2002، وقدرنا برضو إن إحنا نختار منهم يعني عدد في حدود 20-25 لعيب برضو في جميع الأعمار، بحيث إن هم هيجوا القاهرة إن شاء الله في المرحلة الثانية، وهنقدر برضو نشوفهم ونقف على مستواهم أفضل، واللي هنقدر نختاره يعني ويقدر يكمل مع الفريق إن شاء الله بنوفر له برضو فرصة إن هو ممكن يبقى فيه هنا إقامة، في استراحة للعيبة المغتربين اللي من خارج القاهرة، وإن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله يعني إن شاء الله. والله الحمد لله أنا بفضل الله بقى لي حوالي 9 سنين في قطاع الناشئين في نادي الأهلي، اشتغلت مدرب عام مع كابتن سراج، مع كابتن أمين عرابي، مع كابتن ياسر محمدية السنة اللي فاتت، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بإذن الله 2007 من الفرق القوية، من أقوى فرق البراعم في النادي، وإن شاء الله بإذن الله متفائل إحنا نعمل حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله الإقبال كان كبير طبعا في المحافظات، وكنا متقسمين تقريبا 3 مدربين مع أداري في كل محافظة، وطبعا كنا بنعملها في الأماكن الموجودة في أكاديميات النادي الأهلي. الحمد لله رب العالمين كانت اختبارات ناجحة بكل المقاييس، لكن برضو بنقول في البراعم الاختيارات كانت كبيرة، يعني في سن البراعم من أول سن 2010 لغاية سن 2006 الاختيارات كانت إلى حد ما معقولة، في السن الكبير الموضوع بيقل، يعني من أول 2003-2004 وانت طالع كده السن الكبير الموضوع بيقل شوية في الاختيارات. طبعا ابتدينا اختبارات الأول في المحافظات، كنا احنا في محافظة سوهاج، طبعا حتة المحافظات ده هي كمان بتوفر على أولياء الأمور الناس اللي بتيجي من أسيوط أو سوهاج، وطبعا حتة المصاريف والمواصلات ده بتبقى يعني عبء كبير على أولياء أمور، في ناس ممكن ما بتقدرش تيجي، فاحنا خدنا الخطوة ده بنقرب المسافة لأولياء الأمور، واحنا اللي ابتدينا نروح للمواهب ده ونكتشفها. هو الموهبة ابتدت فعلا تقل شوية في مصر، بس في سن الصغير هو اللي بنقدر نكتشف فيه مواهب كتير، بس كل ما السن بيكبر لا الموهبة بتقل شوية، إنما السن الصغير لا احنا اكتشفنا كذا موهبة في مواليد 2010 و2009 و2008، لا في مواهب كويسة إن شاء الله ممكن تبقى إضافة لينا، وده اللي احنا بندور عليه. طبعا بشكر مجلس الإدارة على الثقة وكابتن فتحي طبعا على الثقة اللي ولاها لي، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما انتم كمان تعبانين معانا في الاختبارات، وتبقى بداية موفقة وبداية كويسة إن شاء الله. طبعا الموهبة لسه موجودة ومش هتختفي ومش هتقل، لأن مصر طبعا ولادة، وطبعا أنت بتعرض عليك أحسن مواهب بتجيلك في النادي الأهلي في كل الاختبارات بتاعتك، والتنظيم السنة دي بدأ بداية كويسة جدا بتقسيم الأعمار السنية، بالتنظيم بدأنا بالمحافظات وبعدين رجعنا هنا على مدينة نصر، فالتنظيم ده شيء كويس وأول طرق النجاح. طبعا بالنسبة لأول حاجة بتكلم فيها التنظيم، مدربين كلهم على أعلى مستوى، طبعا ما فيش حد بيفوت أي حاجة، كابتن فتحي قايم بدور كبير جدا، الراجل بيشتغل يعني ما بيقعدش، بيركز في كل الملاعب،
لعيبة كويسة، في ناس أعداد كويسة، أعداد كتير جت، في لعيبة كويسة. بدأنا احنا بأعمار 2006 و7 والنهاردة آخر يوم لل 2008 و9 و10، اخترنا لعيبة كويسة وإن شاء الله ربنا يوفقهم في التصفيات النهائية ويكون لهم إضافة كويسة للفرق وللنادي الأهلي في فترة مقبلة إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم، السنه دي في الاختبارات كابتن فتحي مبروك يعني حب، والنادي الاهلي حب يعني يسهله على اولياء الامور على المواهب الموجوده كمان في المحافظات. فالنادي الاهلي هو اللي راح الاقصر، راح سوهاج، راح اسيوط، راح السويس، راح اسكندريه، راح المنصوره. النادي الاهلي حب يوفر الفلوس، حب يوفر المواصلات، حب يوفر الجهد كمان على اولياء الامور. فدي يعني بنشكر كل القائمين في قطاع الناشئين وكل المدربين والعاملين والاداريين، وعلى راسهم طبعا الكابتن فتحي مبروك على هذه الخدمه اللي سهلت كتير على اولياء الامور. دايما الاختبارات يعني او ارتداء فانيله النادي الاهلي هو حلم بيراود كل ناشئ وكل ولد صغير. وانا زي ما بقول لحضراتكم، انا واحد من الناس اللي في اللحظه اللي انا واقف فيها دي فاكر اول لحظه انضميت فيها للنادي الاهلي، لما سمعت عن في اختبارات للنادي الاهلي. جيت من محافظه الشرقيه واشتريت استماره كان ثمنها وقتها 2 جنيه، دخلت عشان اختبر في النادي الاهلي. كان وقتها الاختبارات في النادي الاهلي في مدينه نصر، اعداد كبيره جدا، اعداد كبيره جدا، وحلم كل ولد انه في يوم من الايام يكون لاعب في النادي الاهلي. فان شاء الله يعني اللعيبه كلها اللي بتروح النادي الاهلي يعني يبقى ليهم توفيق ان شاء الله. عايزين نروح دلوقتي لتقرير مهم مع بعض اللاعبين اللي تم اختيارهم في اختبارات النادي الاهلي، ونشوف بقى ردود الافعال ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. معانا مجموعه من لاعبي النادي الاهلي اللي تم اختيارها وقبولها في قطاع الناشئين النهارده في الاختبارات. خليني في البدايه اروح اتعرف بيهم. ارحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ ياسين الاسم ياسين احمد زينهم، مواليد 2009، جاي من المقطم. قول لي بقى ياسين، انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين، وايه اللي حصل معاك النهارده في اختبارات النادي الاهلي؟ انا جاي من الساعه 7 وجاي انا وبابا وقاعدين من شويه والدنيا حلوه وقاعدين بنلعب. قول لي بقى اختبارات، اختيارك في اختبارات النادي الاهلي اكيد مبسوط وحلمك ان انت تكون لاعب في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا الحلم كبير اي لاعب يلعب في النادي الاهلي. ياسين بقى بتعرف مين من لعيبه النادي الاهلي نفسك تبقى زي مين يا ياسين؟ نفسي زي محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب، ماشي يا ياسين ربنا يوفقك. خلينا اروح بقى للنجم الكبير، عايز اتعرف فيك. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي ادم اسماعيل، مواليد 2009، جاي من حديقه الاهرام. ادم قول لي بقى، انت جاي هنا من الساعه كام ودي اول يوم تيجي اختبارات النادي الاهلي، ولا انت جيت اختبارات قبل كده؟ لا انا جيت السنه اللي فاتت وبعديها انا جيت الساعه 9. جيت انت ومين النهارده يا ادم؟ بابايا. قول لي بقى وانت جاي انت وبابا، بابا كان بيقول لك ايه في الطريق وانت جاي؟ كان بيقول لي العب بمزاجك، ما تخافش من حاجه. مبسوط النهارده في اختبارات النادي الاهلي ان هو تم اختيارك، واكيد حلمك ان انت تكون لاعب في النادي الاهلي. اه. انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تبقى زي مين؟ سليمان. خلينا نروح للجميل ده بقى. اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي محمد اكرامي، مواليد 2009، جاي من بنا. منين؟ بنا. جاي انت ومين؟ انا وابويا ومامتي. قول لي بقى وانت جاي، ده اول مره تيجي ولا جيت قبل كده؟ لا جيت قبل كده السنه اللي فاتت. النهارده اللي اختارك من المدربين وقال لك ايه؟ كابتن محمد سعد. ايوه كابتن محمد سعد. قول لي بقى انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تبقى زي مين؟ نفسي اكون زي رمضان صبحي. زي رمضان صبحي. اروح للعيب صاحب القميص رقم 10 بقى. اسمك ايه؟ مواليد سنه كام وجاي منين؟ 2009، اسمي يوسف السيد وجاي من الزقازيق. جاي من الزقازيق، جاي خارج من البيت الساعه كام؟ الساعه 4 الفجر. انت ومين؟ بابايا. قول لي بقى وانت جاي في الطريق بقى، بابا قال لك ايه وكان بيكلمك يقول لك ايه؟ كان بابا بيدلنا يقول لي العب حلو وما تخافش من اي كوره والعب بمزاجك انت، علشان انت لو لعبت حلو وهم 10 دقائق موت نفسك فيهم. اسالك سؤال، حلم اي حد انه يلعب في النادي الاهلي ليه؟ عشان النادي الاهلي فريق كبير.
تاني؟ من زمان جدا وبيطلع نشيل جميلة قوي. قول لي انت بقى بتحبي مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك يبقى زي مين؟ زي وليد سليمان. وليد سليمان اللاعب بقى اللي لابس قميص بروسيا دورتموند، اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ محمد محمود محمد من جامع الزقازيق. انت برضو جامع الزقازيق الشرقيه، منين من الزقازيق؟ من طروت. طب قول لي بقى انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين؟ جاي من الساعه 6. جاي انت ومين؟ انا والكابتن بتاعي. طب قول لي بقى ايه اللي حصل معاك في اختبارات النادي الاهلي النهارده؟ عايزك تقول للناس كده ايه اللي حصل معاك، انت جيت اختبرت وعملت ايه في الملعب؟ جيت عشان النادي الاهلي كبير ونفسي اكون لاعب فيه. اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ اسمي محمد محمود 2009 جاي من القاهره. قول يا محمد انت جاي من الساعه كام وجاي انت ومين؟ جاي انا وبابايا وجاي من الساعه 8. قول لي بقى وانت جاي بقى كان بابا بيقول لك ايه في الطريق، وده اول مره تيجي النادي الاهلي ولا جيت قبل كده؟ كان بيقول لي ركز وما تخافش ابدا وخش اقطع الكوره وما تسيبش الكوره ابدا. قول لي بقى محمد نفسك تبقى زي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ زي محمد ابو تريكه. عايز اسالك اسمك ايه ومواليد سنه كام وجاي منين؟ انا اسمي حسن ومن مصر هنا ومواليد اكيد من مصر، كلنا من مصر. منين من مصر بقى؟ من شبرا. شبرا تمام. مواليد 2008. 2007؟ 8. 2008. قول لي بقى جاي بالك قد ايه وجاي انت ومين؟ انا جاي هنا من اول الاختبار. تمام. جاي مع بابايا وامي. دخلت كام اختبار لحد دلوقتي؟ التاني. طب تفتكر مين من المدربين اللي اختارك اسمه ايه ولا انت ما تعرفوش؟ كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي مبروك اللي اختارك؟ اه. قول لي بقى نفسك تبقى زي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ زي محمد ابو تريكه برضه. ليه بقى ابو تريكه؟ كله عمال يقول ابو تريكه، ليه انت ليه لعيب الصراحه. وايه تاني؟ وبيعرف يرقص وبيعرف يخش يجيب اجوان. تقرير حلو جميل صراحة، وأنا واقف يعني مستمتع بكلام اللعيبة الصغيرة اللي تم اختيارها في اختبارات النادي الأهلي، وما شاء الله زي ما احنا شايفين من كل محافظات مصر في ولاد طالعة من بيوتها الساعة 4 الفجر حلمهم إن في يوم من الأيام يلبسوا فانيلة النادي الأهلي. معايا دلوقتي على التليفون واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار جدا، وكمان هداف النادي الأهلي، وكمان لاعب انضم للنادي الأهلي من خلال الاختبارات، كابتن عماد متعب. برحب بيك كابتن عماد. اسلام، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشنا كتير والله العظيم. انت كمان ايه اخبارك؟ وحشني جدا جدا. تمام يا عمده. واحنا دلوقتي كنا عارضين تقرير عن الاختبارات وعن الولاد الصغيره وجايين من المحافظات. عماد متعب احد نجوم النادي الاهلي اللي انضم للنادي الاهلي عن طريق الاختبارات. فكرنا بقى بالاختبارات واول لحظه انضميت فيها للنادي الاهلي يا عمده. في البداية طبعا حابب ابارك للنادي الاهلي وابارك لك وابارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه ببطولة الدوري. كانت بطولة صعبة جدا وموسم صعب والمنافسة فيها كانت قوية جدا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، وفي الاخر الحمد لله النادي الاهلي حسم البطولة. فابارك للنادي الاهلي وجمهوره. اكيد هنتكلم في الكلام ده كله يا عمدة، بس عايز ارجعك بس للذكريات. معاك. لا طبعا يعني دي يعني ده كان حلم حياتي طبعا. يمكن والدي الله يرحمه كان من عشاق النادي الاهلي وانا من عيله اهلاويه بالكامل، ويمكن انا بلعب كوره من وانا عندي 7 سنين على ما اعتقد في بلبيس في الشرقيه، وعندي 11 سنه او 12 سنه في واحد من الشرقيه انا واخد مجموعه اطلع فيها اختبارات اسمه كابتن محمد صلاح، فقلت له خلاص انا هاجي معاك كوره، ورحت واختبرت والحمد لله انا اللي تم اختياري من ضمن المجموعه اللي كانت موجوده، ويمكن دي كانت اسعد لحظه في حياتي. يعني يمكن انا جاي من بلبيس في الشرقيه ما حدش يعرفني خالص، مش حد يعرف، مش حد متكلم، يعني زي ما الناس بتفتكر ان الكوره ليها علاقه بالواسطه، لا مش حد يعرفه خالص. وانضميت وبدا بقى الحلم يكبر يوم بيوم وشهر بشهر وسنه بسنه لحد الحمد لله ما الواحد حقق الانجازات اللي قدر يحققها مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. تمام يا عمد. اروح بقى للدوري رقم 41، الدوري الاغلى في تاريخ النادي الاهلي. كابتن عماد متعب وانت بتحلل بقى مشوار الدوري ومتابع كل الدوري ومشوار النادي الاهلي، تقييمك ايه للدوري رقم 41 وفوز النادي الاهلي في نهايه المشوار؟ وزي ما احنا تعودنا واحنا ناشئين في النادي الاهلي ومع الفريق الاول، النادي الاهلي دايما بيفرح في النهايه. يمكن زي ما انت قلت احنا اتعودنا على مدار مراحل بتاع الناشئين احنا بنلعب لاخر يوم في الدوري. قدرنا نفوز بالدوري او ما قدرناش نفوز بيه، بس في الاخر بنعمل اللي علينا لحد اخر لحظه. يمكن السنه دي كان موسم صعب جدا، موسم استثنائي بكل مواقفه، يعني
مباريات متتاليه، بطولات كثيره جدا، تغيير مواعيد بطولات، بتلعب ماتشات في مواعيد قريبه وبعد كده الدوري يبعد فتره طويله وبعد كده ترجع ثاني تلعب الدوري. المنافسه شرسه جدا مع نادي الزمالك في بدايه الموسم مع بيراميدز. انت النادي الاهلي كان بعيد في بدايه الموسم، في الدور الاول النادي الاهلي كان بعيد لظروف الاصابات وظروف ان عنده لقاءات مؤجله وظروف فرق النقاط كمان، كان في بعض النقاط كانت فرق بين النادي الاهلي والنادي الزمالك ونادي بيراميدز، لكن في الاخر النادي الاهلي في يناير اللعيبه النادي الاهلي ضمها لصفوفه وعملت اضافه بشكل كبير جدا، الاستقرار اللي بقى موجود واللي هو موجود في الاساس، بدات لعيبه تركز احنا هنعمل اللي علينا لحد اخر يوم في البطوله، فزنا بالدوري يبقى الحمد لله وقدرنا نسعد جمهورنا، ما فزناش بالدوري يبقى احنا في الاخر عملنا اللي علينا. المنافسه فضلت موجوده بالنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، نادي بيراميدز جه في الاخر الامور بالنسبه له اختلفت شويه، بعد عن المنافسه كان فاضل نادي الزمالك، وفي الاخر بعد مباراه الجونه وتعادل نادي الزمالك النادي الاهلي طبعا الفرصه جات له على طبق من ذهب، فشيء طبيعي لعيبه النادي الاهلي رجاله واستغلوا الفرصه وقدروا يحققوا اللقب اللي انا شايفه من اغلى واهم الالقاب في بطولات الدوري النادي الاهلي الموسم ده، لانه كان موسم صعب جدا وفي تحديات كثيره جدا وكان في كلام كثير جدا، لكن في الاخر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي قبل اي شيء حققوا الغرض المطلوب والفوز بالبطوله. كابتن عماد متعب كم بطوله مع النادي الاهلي؟ بطوله الدوري كم بطوله تتذكر؟ بص انا مش هحسبها، بس انا هو انا هبقى اكيد اقل من حسام عاشور بطوله. لا انا بس يعني مش متذكر ولا مش فاكر الرقم. لا هيبقى 11 على ما اعتقد، انا 11 يعني حسام عاشور كده زاد عني ببطوله. 11 بطوله ما شاء الله. الاغلى بقى في تاريخ عماد متعب، اكيد بطولات الدوري بيبقى فيه بطوله اصعب، فيه بطوله احلى. تتذكر البطوله الاحلى في بطوله الدوري في مشوار عماد متعب؟ يعني بص عشان اكون صريح معاك كابتن اسامه، الامور تبقى واضحه، يعني كل البطولات اللي انت بتشارك فيها هي اغلى، يعني كل بطوله دوري انا فزت فيها هي كانت اغلى في حياتي، كل بطوله انا فزت فيها سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر كانت غاليه، لان بالنسبه لي انا معايا منافسين كبار جدا، انا معايا في مصر معايا منافس نادي الزمالك، على مستوى افريقيا منافسين كبار جدا جدا، فانك تفوز ببطوله وتسعد جمهورك ده بالنسبه لي بيكون من اغلى واهم البطولات يعني. طيب وانت بتتكلم دلوقتي عن حسام عاشور 12 بطولة دوري، يعني شايف ما شاء الله هذا الإنجاز يعني والرقم القياسي الكبير اللي بيتساوى به مع نادي الزمالك أو في أندية كمان حسام عاشور ممكن نكون سبقها أندية كبيرة يعني، فلم تحقق هذا الرقم من قبل، فشايف الإنجاز ده الشخصي لحسام عاشور إزاي يا كابتن عماد؟ حسام عاشور واحد من أفضل وأهم اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر، يمكن هو ما كانش حظه موجود مع المنتخب لكن مع النادي الأهلي وهو حقق إنجازات مفيش على ما اعتقد مفيش حد هيحققها على مدار تاريخ النادي الاهلي بعد كده. حسام عاشور وصل ل 12 بطوله دوري على ما اعتقد، 5 ابطال افريقيا، السوبر الافريقي، الكونفدراليه، كاس مصر، السوبر المصري، يعني حقق انجازات، عدد المباريات، عدد اللقاءات الافريقيه، عدد اللقاءات المحليه، كل الارقام دي حسام عاشور كسرها، وان شاء الله كمان عنده قدامه سنين كمان انه يكسر ارقام وارقام. حسام لعيب من اللعيبه اللي اخلاقها عاليه جدا، اللعيبه المحترفه والمحترمه، ما بيتكلمش خالص، مركز في لعبه، مركز في شغله، وعشان كده ربنا بيكرمه، هو يستاهل ويستحق كل اللي بيحصل ويستاهل ويستحق اكتر من كده 100 مره صراحه والله يا كابتن اسامه. فانا ببارك لحسام وببارك لاحمد فتحي وببارك لوليد سليمان وببارك للشناوي والشيف اكرامي، كل اللعيبه اللي موجوده عشان ما انساش حد، ببارك لهم لان هم كلهم نجوم وكلهم لعيبه كبيره، واللعيبه الكبيره دورها كبير جدا في الفرقه كابتن اسامه، وعلى ما اعتقد حسام عاشور دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي سواء قبل كده والفتره اللي المرحله اللي جايه ان شاء الله. طب وانت يا كابتن عماد يعني كنت احد المحللين البارزين اللي بتحلل يعني الدوري السنه دي ومشوار النادي الاهلي، اللعيب اللي علم مع عماد متعب السنه دي؟ انا بالنسبه لي اللي علم معايا هيبقى علي معلول. شايف ان ده افضل موسم، يعني هو افضل لعيب في الدوري السنه دي علي معلول في النادي الاهلي، وعشان اكون حقاني يعني علي معلول في النادي الاهلي وفي طارق حامد وفرجاني شاسي في الزمالك من اللعيبه المميزه جدا ولازم ندي الناس كلها حقوقها، لكن علي معلول انا شايف هو الافضل السنه دي في النادي. علي معلول فعلا وكان يستحق كمان الانضمام لمنتخب تونس وفرق كتير مع منتخب تونس. كابتن عماد النادي الاهلي حسم لقب الدوري قبل انتهاء البطوله بمباراه امام الزمالك، متبقي مباراه مهمه جدا امام نادي الزمالك، وتعتبر طبعا مباراه الزمالك بطوله خاصه، رساله من كابتن عماد متعب لنجوم النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك. زي ما انت قلت يا كابتن اسامه وانا هاكد على كلامك ان الدوري كله في حته في حته، ومباراه الاهلي والزمالك في حته ثانيه خالص، بين جمهورين، بين فريقين، بين تاريخين موجودين على ارض الملعب،
كل جمهور بيتمنى انه يفوز بالمباراه دي حتى لو خسر بطوله الدوري. النادي الاهلي فاز بطوله الدوري عنده مباراه بعد 48 ساعه مع نادي الزمالك. مهم جدا انك تنهي بطوله الدوري وانت بتلعب المنافس ليك او بتلعب الفريق الاكبر في مصر معاك او الاكبر في افريقيا معاك، انك تفوز عليه كمان قبل بدايه الموسم الجديد ده هيخليك تبدا موسم جديد يعني باصرار كبير جدا واصرار جديد وحافز جديد ودافع جديد، وفي نفس الوقت نفسيا بتتغلب على المنافس. انت قدرت تتغلب عليه، قدرت تتغلب على نادي الزمالك انك تفوز بطوله الدوري، حتى كمان لو قدرت انك تغلب عليه في المباراه فده هيديك دفعه كبيره جدا للموسم القادم. فاللعيبه زي ما انتم معودينا وعودونا وبتعودونا ان انتوا رجاله تكملوا لنهايه الدوري، الدوري لسه ما انتهاش، انتهى ان انت حسمته، النادي الاهلي حسمه لكن ما انتهاش لان لسه في مباراه مع نادي كبير اسمه نادي الزمالك، اللعيبه تاخدها بجديه والتركيز عالي جدا. وانا اتكلمت مع اللعيبه امبارح، اغلب اللعيبه اتكلمت معاهم امبارح وبعت لهم مسجات، وكان في تليفونات بيني وبين اكثر من كذا لاعب وهم عارفين الكلام ده على فكره يا كابتن اسامه، يعني اللعيبه عارفه الكلام ده، فده مهم جدا انك تتكلم اللعيبه وهم عارفين فاهمينه كويس جدا. فان شاء الله نشوف مباراه جيده يوم الاحد ان شاء الله. وده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي انها دايما بتفصل، يعني خدت بطوله النهارده خلاص البطوله دخلت المتحف، بتدور عن البطولات الجايه والمباريات المهمه جايه. عايز اسال يا كابتن اسامه، وبتحترم المنافس وده اهم حاجه. تمام. وطبعا بتفصل وتحترم المنافس ده اهم حاجه، ده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي طول الوقت، مدي المنافس قدره واهتمامه علشان كده بتقدر تتغلب. تمام. عايز اسالك برضو رايك الفني يا كابتن عماد في واحد من الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي، حسين الشحات. في ناس شككت فيه في بعض الاوقات، لكن قلنا حسين الشحات محتاج انه يعمل فتره اعداد مع النادي الاهلي، دخل في وسط موسم صعب، يعمل فتره اعداد هنشوف مستوى حسين الشحات الحقيقي فعلا بدا يظهر في مباراه المولين العرب. يمكن حسين جه في ظروف صعبه جدا في النادي الاهلي، جه كان الفرقه كان الترتيب في الجدول كان بعيد، كان في اصابات كتيره، كان التشكيل الاساسي او الهيكل الاساسي من النادي الاهلي لسه ما اتحطش، ما كانش واضح، كان لعيبه بتدخل لعيبه بتخرج، كان الموضوع الرقم اللي جه بيه الناس كتير كانت بتبالغ فيه، كانت يعني كانوا شايفين ان ده كتير قوي وحطوا ضغط كبير جدا على حسين. ظروف المباراه كلها كانت مباراه صعبه جدا، حسين الضغط ضغط كبير جدا من ان فكره ان عايزين نشوف بقى الرقم ده انت هتعمل لنا بيه ايه، وفي نفس الوقت ضغوطات المباراه بتاثر على حسين في الفتره اللي فاتت. يمكن مباراه المقاولين الاخيره حسين بيلعب وهو مرتاح. تمام. يعني انا واحد من قبل المباراه كنت قلقان وانا قاعد في الاستوديو واحنا قاعدين بنتكلم بره الهواء، انا كنت قلقان جدا على حسين، قلقان لان ضغط المباراه عالي جدا، دي مباراه تخليك تفوز ببطوله الدوري، وفي نفس الوقت ان حسين عايز تثبت للناس يا جماعه انا لعيب كويس، وهو طبعا حسين من اللعيبه المميزه جدا جدا ويستحق ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وشفنا ده في مصر المقاصه، شفنا ده في العين الاماراتي. فانه يبدا بقى فتره اعداد زي ما انت قلت من دقائق، يبدا فتره اعداد مع النادي الاهلي وخلاص قصه ان هو لسه صفقه جديده خلاص دي انتهت، لا حسين بقى صفقه جديده، بقى لعيب موجود في النادي الاهلي بعد فتره اعداد بيبدا موسم جديد، على ما اعتقد ان هيبقى فيه موسم مختلف بشكل كبير جدا لحسين الشحات، لانه عنده الامكانيات الكبيره جدا اللي يقدر يديها للنادي الاهلي. تمام. اخيرا يا كابتن عماد، واحنا داخلين على مباراه القمه، هدف ما ينساوش عماد متعب في مباريات الزمالك. هدف ما يمكن انا كل الاغلى الهدف الاغلى عند عماد متعب. الاغلى كان في الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال 2-1. 2-1. كابتن عماد الهدف الاغلى بالنسبه لي يعني. ده الهدف الاغلى، كل اهدافك يعني في مباريات الزمالك اكيد كلها اهداف ممتعه لجماهير النادي الاهلي. كابتن عماد متعب نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. دي كانت مداخله مع نجم النادي الاهلي كابتن عماد متعب. مبارك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، كل لاعبي النادي الاهلي، وبياكد ان هو ده الموسم الاصعب في تاريخ النادي الاهلي، لكن دايما اللعيبه عند المسؤوليه. وكمان اتكلمنا عن مباراه الزمالك القادمه، وقال يعني طباع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي انها دايما بتفصل، خلاص الفرحه وقتها بنقفل الصفحه، درع الدوري 41 دخل المتحف، بندور على البطولات القادمه، واكيد مباراه الزمالك القادمه ومباراه القمه القادمه اكيد بطوله خاصه. كانت مداخله مهمه، وبنشكر نجمنا كابتن عماد متعب على هذه المداخله. هنستكمل بقى اخبار الناشئين النهارده، يعني ادينا مساحه كبيره لفرحه النادي الاهلي بالتتويج لبطوله الدوري رقم 41، ويستحق فعلا النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي وعلى شاشه قناه النادي الاهلي ان احنا نفرح بهذا الدوري الغالي والعزيز في تاريخ النادي الاهلي. مكملين مع حضراتكم بقى في اختبارات النادي الاهلي، هنروح لتقرير مهم ولكن مع حراس المرمى. دايما النادي الاهلي عبر تاريخه مميز في حراسه المرمى،
لو رجعنا من ايام الكابتن عادل هيكل، دايما منتخبات مصر بتضم حراسة المرمى النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، كابتن عصام الحضري، كابتن شريف اكرامي، واخيرا كمان الكابتن محمد الشناوي. كمان عندنا في قطاع الناشئين حراس مميزين جدا على اعلى مستوى انضموا مع النادي الاهلي في معسكر اسبانيا فتره الاعداد، واشاد بيهم مستر لاسارتي بشده، مصطفى شوبير، كمان احمد طارق سليمان، رمضان ابو حطب، وغيرهم وغيرهم كتير من حراس المرمى مميزين. نروح دلوقتي نشوف تقرير عن حراس المرمى ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. هو طبعا المراحل السنيه بتاعت البراعم يمكن هي دي اللي بيبقى التركيز الكبير عليها، لان بيبقى بدايه السن. يعني عندنا في قطاع البراعم كابتن اكرامي عامل لنا معايير ومقاييس معينه للحراس اللي هي بتتقدم، انت عارف ان بيتقدم مع اعداد كبيره جدا. يعني احنا هنا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني احنا انتهينا الاسبوع دوت من مرحله 2007 و2006، خدوا يومين وكان في تصفيه يوم، والنهارده اخر يوم كان التصفيه بتاعت مراحل التسعه والثمانيه والعشره. احنا عندنا بالنسبه يعني اللي احنا عندها السنه اللي فاتت كان مختارين مجموعه مميزه من الحراس، معموله حاجه في النادي الاهلي مش معموله في اي مكان في مصر، ان احنا مش مجرد ان احنا بنختبر الولد بس فقط، لا احنا عاملين معايشه للولد في النادي. المجموعه المميزه اللي احنا بناخدها من الاختبارات الكابتن عامل لهم برنامج، لان انت عارف برضو الولد اللي بيجي يعني بيبقى برضو هايب النادي الاهلي، احنا بنديله نفس الحاجات اللي بياخدها الحارس اللي عندنا عشان نعمل تقييم بينه وبين الحارس الجديد. فالحمد لله يعني في مجموعه مميزه احنا خدناها من مواليد 2010 و2007 و6 و8، دول ان شاء الله هيبقى في تصفيه ليهم يوم 21/8، دي مرحله سنيه، ومرحله سنيه تاني يوم 20/8. المرحله المجموعه اللي هناخدها هنعمل لهم برنامج برده ومعايشه بحيث نعمل ليهم مقارنه مع الاعمار اللي هي عندنا. يعني طبعا المواهب موجوده، عايز اقول المواهب موجوده وفي عناصر كتير مبشره، ودايما المواهب دائما وابدا موجوده. الاعداد كبيره جدا، عايز اقول ما شاء الله، طبعا تعرف شعبيه النادي الاهلي كبيره جدا والاعداد غفيره. بالنسبه للمعايير في مواصفات فنيه وبدنيه طبعا لازم نشوفها في حارس المرمى. بالنسبه للمراحل الصغيره 2008 2009 2010 دي بيبقى الجانب الابرز اللي احنا بنبص عليه، الجوانب المهاريه والفنيه. المرحله اللي اكبر شويه الستة والسبعة بنبتدي نبص برضو بجانب الحته الفنيه والمهاريه، المواصفات البدنيه والسمات الشخصيه. انت عارف حارس مرمى النادي الاهلي لازم تبتدي تشوف حارس مرمى يملك الصفات والسمات الشخصيه انه يقدر يحرس مرمى النادي الاهلي ونزرعها وننميها في الولد. فده بالنسبه للمرحله 2006 و7. بالنسبه للمرحله الادنى 8 و9 و10 بنبص على الموهبه، النواحي المهاريه والفنيه اكتر من النواحي البدنيه. بالنسبه للمرحله الاولى كان في 2006 و2007 على يومين، واليوم الثالث تصفيات، دول اللي اجتاز منهم الاختبارات. طبعا تم تحديد ميعاد كابتن اكرامي 21 اغسطس ان شاء الله. ديت بتبقى المرحله اللي هيبقى فيها المقارنه مع حراس المرمى المقيدين بالنادي، وطبعا اللي بيتطور منهم اللي بيزيد بيتطور وبيقدر يثبت ذاته هو بينضم للنادي الاهلي. بالنسبه لمرحله 2008 و9 و10 تم تحديد ميعاد 21 اغسطس، طبعا برضو بيتم المقارنه بالحراس المرمى المقيدين في النادي هنا، وزي ما قلت لحضرتك اللي بيثبت ذاته ويقدر يتطور من نفسه وامكانياته بيدخل طبعا مع الولاد ويبقى مقيد في النادي الاهلي. والله السنه دي الكابتن اكرامي يعني المعايير بتاعتنا اتغيرت شويه. رقم واحد احنا بنبتدي ناخد الشخصيه بالنسبه لحارس المرمى اللي تتناسب شخصيه النادي الاهلي، زائد انه يكون بيعرف بيلعب رجله كويس، زائد النمط الجسماني ودي حاجه مهمه. وبالنسبه للمهارات ربما بناخد ممكن مثلا 20% واحنا بننمي بعض المهارات في الاعمار الصغيره دي، احنا بننميها كمدربين حراس مرمى. وبصراحه دي بقت مشكله بتقابلنا كمدربين حراس مرمى، ان الاولاد كلهم عايزين يلعبوا لعيبه، فاصبح دلوقتي حراسه المرمى فيها جزء كبير من الصناعه. فاحنا دلوقتي يعني بنبتدي بناخد جزء معين من المهارات وبنبتدي احنا ننمي القدرات دي، بس على انتقاء كويس بالنسبه للقوه الجسمانيه بتاع الولد،
ما يكونش عنده فلات فوت في رجله، ما يكونش عنده تشوهات عضلية أو جسمانية، فالحاجات دي بتفرق جدا. ده كان تقرير حراس المرمى ومع مدربي حراس المرمى داخل قطاع الناشئين وكيفية الاختيار وعلى أساس إيه بيتم اختيار حراسة المرمى. هنروح دلوقتي زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، كان عندنا أسرة متشيك كانت حريصة وكانت موجودة في مصر إنها تكون موجودة في اختبارات النادي الأهلي. النهاردة عندنا أسرة أسترالية، ناس مصريين كانوا موجودين برضو في مصر في أجازة وكانوا حريصين إن ابنهم يكون موجود في اختبارات النادي الأهلي. نشوف التقرير ده مع أحد الأسر المصرية المقيمة في الخارج وكانت حريصة تكون موجودة في اختبارات النادي الأهلي، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. احنا جايين من الامارات عايشين هناك، ابني مواليد 2003 بيلعب في لا ليغا دولا ليغا فريق هاي بيرفورمانس تيم وجاي يجرب حظه مع الاهلي. عرفنا عن طريق الفيسبوك وهو طبعا مصر انه يلعب لفريق مصري لان هو كان عايش في استراليا كتير وعايش في الامارات كتير، فحابب ان هو انتمائه قوي قوي للفريق الاهلي. يعني لعب تقسيمات في اول يوم واختاروه من احسن ثلاثة في الفريق يعني، فتصعد بقى للتصفيات دي. منتخب بالولاية بتاع استراليا في بيرث في غرب استراليا، وبعدين لما نقلنا الامارات اتاخد في الهاي بيرفورمانس تيم بتاع لا ليغا، وحاليا هو لسه فيه لغايه لما بيسافر معهم اسبانيا وبيلعب ماتشات وكده، بس جه بقى يجرب للاهلي. هو حابب الانتماء لمصر والاهلي، فاكيد هجيبه وارجع بيه يعني. والله نفسي اشوفه زي محمد صلاح، طبعا هو سريع زيه، فانا نفسي اتمنى انه يبقى زيه يعني ان شاء الله. والله هو عنده رؤيه كويسه للماتش وللملعب واستراتيجي، بيعرف يلعب استراتيجي كويس اكتر، مش اناني يعني، لعيب بيعرف يباس كويس وسريع جدا، فشايفه ان دي حاجات مميزات ممكن تبقى مع فريق الاهلي كويس. في النهاية ببارك للاعبي النادي الأهلي وببارك لمجلس إدارة النادي الأهلي وكمان الجهاز الفني وكل واحد ساهم في الإنجاز رقم 41 وهو تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري. ببارك لجماهير النادي الأهلي اللي هي فعلا الإرث والسند الحقيقي دايما على مدار تاريخ النادي الأهلي، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع اللي جاي مع الأشبال. وبشكر أيضا فريق الإعداد، ودايما الأهلي هو الفرحة.